خلقه اللي واقفين في السطح الى الواقف باقي شيء ماشي اللي واقف يقعد يلا معلش يا جماعه الخير معلش الحل المصلحه هنا يا اولاد على الجنبين اقعد يا اولاد نزل دورا في ناس قاعده ورا فضائيين وعلى الجنب هذا كمان اقعد يا اولاد صح معلش اللي بيصور يصور خليني اقول لك بس الموضوع اللي انت قلته مسافر الجبل ايام كبير عايزين رجاله زي ما عرب العز بس عشان الشباب اللي يقولوا التصوير بدون احنا الحاج اشرف له تحيه من الحاج سليمان ابو زايد بيصبع على كرات الحاج اشرف بيصبع عليه الحاج حمد كار الحاج سليمان مين الحاج اشرف اللي لما يطلع انت يا عم العريس انا عارف بس محمد سليمان كتكوت عبد المصطفى كل الحضور العز عملت تاخد الحي ده حاج سليمان بيقول لي رحم لكل الضيوف الحاج سليمان بيقول لي محروم نسيل على السعوديه وضيوف السعوديه حاج سليمان اتفعنا زايد سليمان زايد اخو العريس اخونا لو جبنا سيرته زرعنا اسمه ناس من قال اخو العريس اخو العريس بشيكو اخواتنا المجلس اخويا رئيس سفاره ابو عهد عبد المصطفى حق عشرة حق حمادة كار كل السادة الحضور وكل اللي هو